تعرف على جزء من ثقافة الكسكس، كلمة سر حضارة المغاربة على امتداد القرون. اعتراف اليونسكو بطبق الكسكس يوم 16 دجنبر 2020 كوجبة عالمية وتراث إنساني لا مادي يرد الاعتبار لأكلة تمثل نمطا للعيش وإرثا ثقافيا توارثه المغاربة عبر قرون. الكسكس المغربي ليس مجرد وجبة تفنن فيها المغاربة على وجه الخصوص في منطقة المغرب العربي، بل هو كلمة سر لعمق حضارة مغربية كانت مترامية الأطراف من النيجر إلى أبواب طرابلس وحتى وراء البحر بأوروبا. الكسكس المغربي تحول إلى لوحة تشكيلة بألوان خضره الزاهية وتشكيلاته المختلفة وطقوسه المتنوعة من منطقة إلى أخرى. اليونسكو لم تقم إلا بتقديم بصمة المصادقة على أكلة تحمل الكثير من الفن والسحر. الكسكس سكسو بالأمازيغية من أشهر الأطباق في منطقة المغرب العربي، وهو وجبة غذائية تعد من سميد القمح أو الذرة أو الشعير على شكل حبيبات صغيرة تطبخ بالبخار بواسطة آنية الكسكاس الذي يوضع فوق القدرة والخديمة أو البرمة التي تستوعب مكونات الخضر واللحم والمرق الممزوج بالتوابل الأساسية لهذه الوجبة. ومن المعلوم أن وجبة الكسكس كانت وجبة غذائية لدى أمازيغي شمال إفريقيا قبل أن ينتقل خلال القرون الموالية إلى الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، ثم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مع الفتح الإسلامي، ولاحقا إلى القارة الأمريكية مع الرحلات الاستكشافية البرتغالية. يعتبر الكسكس بالنسبة للمغاربة طبقا أساسيا في الكثير من المناسبات الدينية كصدقة عيد الميت وإقامة المعروف وخلال المواسم التراثية والدينية وأثناء موسم الحصاد وفي أعراس البادية، بل يكون له حضور حتى في الأعياد الدينية. البصمة المغربية تبقى حاضرة بقوة في إعداد وتقديم طبق الكسكس المميز للمطبخ المغربي الغني بأطباقه. تهيأ وجبة الكسكس عن طريق طهي السميد في إناء به ثقوب يطلق عليه اسم الكسكاس، وهو إناء نصف كروي الشكل بقاع يحتوي على ثقوب صغيرة تسمح بصعود البخار المنسم بعطر المرق من الإناء السفلي إلى مادة السميد. ويوضع الكسكاس فوق إناء مليء بالمرق يسمى القدر أو الخديمة أو البرمة، وهي آنية يطابق مقاس فوهتها قعر الكسكاس، ولحز البخار ومنع تسربه يتم سد الفراغ بين الكسكاس والبرمة بشريط طويل من القماش يطلق عليه اسم القفال. المغرفة هي الأداة التي يتم بها رش طعام الكسكس، وبواسطتها يتم إخراج اللحم والخضر من وسط المرق البلول لتقديم الكسكس في آنية القصرية، حيث تبدو للضيف مثل لوحة تشكيلية بصبغ خضاري تغطي اللحم سواء الدجاج البلدي أو لحم الغنم أو البقر. ومن الأمثال الشعبية المذكورة في مجال البناء الهندسي للكسكس عالي عالي افرحوا بك الدراري، وهناك مثل يقال للضيف الذي يحضر أثناء تناول طعام الكسكس ضربك المرب مغرفة. أنواع الكسكس المغربي متنوعة ومختلفة حسب المواد التي تدخل في إعداده وحسب فصول السنة، فأغلب المغاربة يفضلون في فصل الشتاء إعداد طبق الكسكس بطحين الذرة، وهذا أصعب أطباق الكسكس في الإعداد، ويفضله المغاربة بلحم الرأس ومختلف الخضر مثل اللفت المحفور، الجزر، القرعة الدكالية، الدنجال والفول. فضلا عن كسكس البلبولة أي طحين الشعير وبنفس المقومات مع تفضيل إضافي للحم المجفف مثل القديد والكرداس في عيد الأضحى. أما الكسكس بطحين القمح بلحم البقر أو الغنم بمختلف الخضر يعتبر من الوجبات الأساسية كل يوم جمعة على مدار السنة. في مناسبات احتفالية يتم تهيئ الكسكس بالتفاية، وهذا النموذج غالبا ما يقدم بعد وجبة الشواء، ويعتمد في إعداده على البصل والزبيب ومذاق حلو بالقرفة والسكر حيث يتناسب مع لحم الدجاج البلدي.
كل أطباق الكسكس المغربي تقدم مع مشروب لبن البقر، حيث يساعد على الهضم ويحمي المعدة من مضاعفات الدهون. وهناك من يفضل سيكوك، طعام مخلوط باللبن بعد وجبة الكسكس. الكسكس ليس فقط تراثا لا ماديا للمغرب، بل أضحى صناعة وموردا لضخ العملة للخزينة العامة. وهناك اليوم عدة شركات مغربية رائدة في إنتاج وتصدير الكسكس المغربي إلى مختلف بقاع العالم، فهي تصدر الكسكس إلى أزيد من 52 دولة موزعة بين أوروبا وإفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، فضلا عن دول من آسيا وأستراليا.